ده مثال من أمثلة السيرجيكال كيتس الموجودة. في أكتر من مثال ممكن نشوف أكتر من شكل. ده سيرجيكال كيت تانية أهي بالديزاينز الموجودة، كلها نفس الفكرة وقائمة على نفس الفكرة. أنا هشرح لكم على السيرجيكال كيت دي بحيث أنتوا تبقوا متخيلين الدنيا، لأن دي كاملة فيها كل حاجة. اي سيرجيكال كيت هتلاقيها دايما كل امبلنت عامل لها كلر كود حسب الدايمترز بتاعتها. يعني هنا 3 3.5 4 4.5 5، دي الدايمترز بتاعت الامبلنتس. وبعدين عندك الطول بتاع الامبلنت اللي هو 16، هنا في الحاله بتاعتنا دول اطول 16. يبقى اي سيرجيكال كيت لما اجي ابص هبتدي ابص على الدريلز بتاعتها اللي هم موجودين هنا دول، الصف اللي انت شايفه ده. وبعدين ده في دريل اكستندر اللي هو زي ما انت شايف هنا كده، ده بيركب على الكونترا ويتحط منه دي عشان تاكستند الدريل، لان في اوقات الدريل لما تيجي توصل لها في الحتت بتبقى عايز تبعد بعيد عن السنان، والا الدريل دي هتخبط في السنان، فانت محتاج الاكستندر علشان يبعدك عن السنان وما تخبطش فيها. يبقى دي ده دريل اكستندر. طيب بعد كده هيبقى عندنا حاجه بيسموها الستارتر دريل، اللي هو اللي في السيستم ده عباره عن بوينتد كده، لكن في سيستمز ثانيه هتلاقيه عباره عن الراوند بير اللي موجوده هنا دي. هدف ده ايه؟ ان انا لو جيت اعمل الدريلنج على طول في العظم، اللي هيحصل ان انا لو مسكت العظم كده وابتديت اشتغل بالدريل اللي هي البايلوت دريل، اول واحده خالص اللي هي دي اللي هي 2.0، جيت احطها هنا ودريل، هيجري مني، هتجري على العظم، فانا مش هعرف اعمل ابتدي في المكان المظبوط بالظبط. فبنعمل ايه؟ بناخد الستارتر دريل دي ونعمل بيها البوينت اللي احنا عايزين نعمل بيها الدريلنج بعد ما بركبها على الهاند بيس، وانزل بيها واعمل الدريل بتاعي الى الدبس اللي انا عايزه زي ما حضرتك شايف هنا كده. يبقى انا عملت ده نمره واحد الستارتر دريل. تقدر تعمل اكس راي وتتاكد بعد كده من ان الانجل بتاعتك مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. بعد الستارتر دريل ده بتبتدي تدريل بالبايلوت دريل اللي هي مقاسها 2.0 زي ما حضرتك شايف هنا كده، ده المقاس اللي هو 2.0. بتخش بعد كده وتعمل الدريلنج وتكمل سيكونشال دريلنج. اللي هو ايه السيكونشال دريلنج؟ هنشوفه في فيديو تاني. اللي هو كل دايمتر انت بتبقى عايز توصل فيه لفين، ابتديت بالبايلوت، بعد كده هتاخد اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده لو عايز توصل لخمسه. يبقى اذا انا لو عايز اوصل الى خمسه لازم امشي من الستارتر دريل، بايلوت دريل، وبعدين ابتدي 3 3.5 4 4.5 5 في حاله ان انا عايز احط قيمه دايمتر 5. يبقى اكوردنج تو ذا مانيفاكتشر انستراكشر. السيستم هنا عامل حاجه لطيفه جدا، عامل لها ستوبرز زي ما حضرتك شايف هنا كده، دي ستوبرز علشان انا الدريل بيبقى عليها ترقيم دايما للاطوال زي ما حضرتك شايفه كده، ليزر اندنتيشن بالليزر. فحضرتك لما بتبص هنا كده بتشوف الدبسز دي، بس انت لو هتشتغل على دبس ومش وعايز تدلع نفسك ومش عايز تبقى تاعب نفسك وعمال تبص على العلامات دي، فبنيجي نقول لك والله انت لو عايز تحط امبلانت هنا طولها 8 هتاخد الستوبر ده وتحطه هنا، فاللي هيبقى طالع اللي باقي من هنا ده عباره عن 8، فلما تيجي تعمله جوه الدريل هنا مش هتخش اكتر من 8 زي ما حضرتك شايف في الصوره دي كده. يبقى اذا دي اسمها دريل ستوبرز او ديبس جايد او ديبس جوج حسب ما كل شركه بتسميها. يبقى دي اول حاجه احنا عرفنا فيها السيكونس اوف دريلنج وشكل الدريلز. طيب الشركه بتقول والله انت عندك لو العظم ده كومباكت بون وانا عايز احط امبلانت، فعاملين لنا حاجه اسمها كاونتر سينك اللي هو هنا ده، اللي هو انا لما اوصل الفاينل دريل هاخد الكاونتر سينك ده واعمل بيه وادخل بيه في مكان الاوستيوتومي هول عشان اعمل اوسع جزء صغير من الكريستال بون اللي هو فيه البون كومباكت بون. يبقى ده بنستعمله في حاله الكومباكت بون. طيب انا لما جيت احط الامبلنت بعد كده وعايز اتاكد من الدايركشن، ينفع بالبايلوت دريل اتاكد، ينفع بالستارتر دريل اتاكد، وبعد كده عاملين لنا زي ما انتم شايفين هنا كده بارلينج بينز. البارلينج بينز دي علشان انا اقدر احطها هنا كده في مكان اللي انا عامل فيه دريلنج واخد بيها اكس راي واشوف، اقدر احطها في الامبلنت اللي جنبها اهي واخد بيها اكس راي واشوف، طبعا دي مش نازله للاخر، واخد بيها اكس راي واشوف هل هم بارلل لبعضهم ولا لا، واطمن ان هم بارلل من كل الزوايا اثناء ما انا بعمل السيرجيكال بروسيدور بتاعتي. يبقى دي البارلينج بينز وشغلتها، وده الكاونتر سينك. وبعدين انا عشان اركب الامبلانت زي ما انتم عارفين هنا هتلاقوا مكتوب امبلانت درايفر، ده اللي احنا مسكنا بيه الامبلانت وحطيناه في مكانه، يعني نشيل الامبلانت ونحطها هنا نربطها بده، وبعدين بعد ما نبطل الهاند سكروينج ان مش هقدر اكمل، فده بيسموه الراتشت اللي هو المفك اللي بنربط بيه
لما نكون عايزين نربط بهذا الشكل، او عايزين نفك نشيله ونحطه بالعكس ونفك بهذا الشكل. الميزه هنا في التورك راتشت ده ان حضرتك تقدر تظبطه. يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايف هنا كده في ارقام 10 20 30 40 50، عشان وانت بتربط الامبلانت لو عايزه يربط على تورك معين تقدر تنزل بالتورك راتشت ده تلفه كده فيقوم نازل من هنا زي ما حضرتك شايف اهو. بيتحرك التورك، العلامة اهي بتنزل. انا هنا كنت عامله انفينيتي يعني يربط زي ما انا عايز اربط، انما حضرتك لو نزلت كده هتلاقي العلامة دي بتتحرك معانا وبتتحرك على قياس هنا. احنا بنعرف منين المهم ده في ايه؟ المهم ان انا لو عايز اقرر ان اعمل العيان ده immediate loading، عايز اركب له في نفس اليوم، فانا لازم التورك بتاعي يعدي 35 بير نيوتن بير سنتيمتر، اللي هو العلامة هنا في النص على 35 اهي، لان دي 30 و40. ده معناه ان انا لما اجي اربط الامبلانت وتعدي ال 35 هيحصل كده في التورك، شايفين؟ هيتكسر مش هيربط، هيلف على الفاضي. يبقى اتكسر مني كده، يبقى اعرف انه عدى ال 35. يبقى اذا الامبلانت دي تقدر تشيل لود. يبقى ده اسمه تورك راتشت. ده في نموذج منه ما هواش بهذا الشكل، اللي هو ما عندوش ان انا اظبط فيه مقاس التورك، اللي هو زي ده. ده راتشت برضو بتاع شركة تانية، انما ما عندوش التورك راتشت اللي موجود. يعني هو بيربط على قد ما انا مربط بايدي وما بقدرش احسبها. ساعتها تعمل ايه؟ تظبط الموتور بتاعك على انه يقف عند 35 بير سنتيمتر سكوير، وتربط الامبلانت بتاعتك بالموتور، هتعرف هو عدى التورك ولا لا، لان الموتور هيقف زيه بالظبط زي ما احنا عملنا كده في الراتشت. يبقى ده التورك راتشت. بعد كده يبقى انا ربطت الامبلانت. بعد ما ربطت الامبلانت وشلتها هيبقى فاضل ان انا عايز اقفل على الامبلانت دي بكفر سكرو، زي ما احنا شفنا في الفيديو بتاع الامبلانت. هاخد الكفر سكرو واربط بيه على الامبلانت واغطيها بحيث ان تبقى في كفر سكرو هنا كده مغطي مكان ما انا شغال. يبقى ده اللي بيربط السكرو، ده اللي بيربط الكفر سكرو ده، وبعدين هستعمله لما اجي احط الاباتمنت في مكانها، اني اركب الاباتمنت في مكانها زي دي. الاباتمنت اهي احطها في مكانها واربط المسمار بتاعها ده اللي هو السكرو بتاع الاباتمنت سكرو، فاربطه برضو بنفس السكرو درايفر ده واكمل ربطه جوه الامبلانت. يتبقى هنا في السيستم ده حاجه لطيفه جدا، انه هو هذا السيستم بيشتغل عن طريق اتنين كونكشن. الكونكشن دي اللي هي هيكس انترنال هيكس جوه الامبلانت نفسه، اللي هو لو احنا بصينا هنا كده وطلعنا الامبلانت عشان نبص عليها هنلاقي جواها في هنا اهو زي ما انتم شايفين في انترنال هيكس. معرفش الصوره هتعرف تجيبه ولا لا. في انترنال هيكس، وفي نفس الوقت الاباتمنت دي فيها كونيكال كونكشن هنا، بحيث ان حضرتك لما تيجي تربط تدخل دي وتربطها هنا وتقرط عليها بالمسمار، اللي هيحصل ان هيحصل كولد ويلدنج ما بين الاباتمنت وما بين الامبلانت. فلما تيجي تفك الاباتمنت مش هتعرف تفكها، الاباتمنت دي مش هتتفك خالص من بق العيان وانا من الامبلانت. ليه؟ لانه الاباتمنت هتبقى مربوطه جامد جدا وداخله بكولد ويندنج، يعني الحام على البارد. فحضرتك لما هتيجي تفكها مش هتتفك. هوريكم هنا كده مثال اهو. دي الاباتمنت اهي محطوطه اهي، دخلت للاخر، وهنربط الكفر سكرو، هنربط الاباتمنت سكرو بتاعها اهو للاخر. فبنحاول نمامك شكل الامبلانت اهي. يبقى ده اهو بعد ما اتربطت الاباتمنت مربوطه اهي في مكانها. لو جينا نفك الكفر سكرو ده كده زي ما انتم شايفين اهو، وعايز افك الاباتمنت دي مش هتتفك، شايفين؟ مش هتتفك مهما شديت، مش هتتفك في بق العيان، انا مش هقدر اعمل كده. فعملوا لنا ايه؟ طبعا دي ميزه ان ما تبقاش معتمده على الكفر سكرو اللي موجود. عملوا حاجه اسمها ريتريفر، اللي هو الديفايس ده هجيبه وهحطه في الامبلانت وهحطه على الاباتمنت وهبتدي اربط اقرط عليه كده. اللي هيحصل انه هينطر لي الاباتمنت دي لبره وياخدها ويخرج، فبالتالي انا اقدر افك هذه الاباتمنت من مكانها. مش عايز يفك. بس فيبقى اذا ده ايه؟ بيربط دي كده عشان هي انا لازم اقرط، بس الحقيقه بتلف جوه ايدي، لان ده انا وهو محطوط جوه العظم هنا كده، وانا ابتديت افك اربط اكتر الامبلانت دي خلاص ما بتلفش لانها اوسيو انتجريتد زي ما اتفقنا. فاللي هيحصل انها هتنطر هذه الاباتمنت لبره وتخرج بيها لبره. انما انا مش قادر اعملها بايدي دلوقتي. يبقى ده اسمه الريتريفر.
هم عاملين بقى المفك الكبير قوي ده عشان جوه الانتيريور ريجن في اكسسبل اريا. لو انت عايز وتكمل تكمل تربط بحاجه او تحط حاجه بايدك فتقدر تحط هذه الانسترومنتس ايا كانت هي ايه جوه هنا وتكمل الربط بتاعك او تستعمل مش بالايد عن طريق المفك ده. بس المفك ده طبعا يستخدم في الانتيريور ريجنز بس. يتبقى حاجه صغيره هنا في السيستم هنا معموله وهي الاكسباندرز دي. لما يكون البون الدنسيتي بتاعته قليله جدا او السبيس قليل الويتس قليل فبنعمل ايه؟ بنعمل دريلنج مانيوال اللي هو بنبتدي بالستارتر وبعدين البايلوت وبعدين ندخل نوسع نكسباند بالمانيوال اكسباندرز دي. ممكن نبريبير الاوستيوتومي مانيوالي كده هدخل بديل الاخر السايز بتاعها وطبعا بيركب عليها برضو الستوبرز وبعدين اكمل المقاس اللي بعديه. زي ما انتم شايفين هنا كده انا ببتدي اربط اهو سواء بايدي او طبعا في السوفت بون ممكن بايدي جدا اربط. ده بيعمل ايه؟ بيكوندنس البون حوالين المكان ده. وممكن لو حضرتك استعملت معاه اكسباندنج موفمنتس بايدك تقدر تاكسباند البون وممكن هنا تصل الى المقاسات اللي انت عايزها. يبقى ده كده الشكل بتاع السيرجيكال كيت ازاي نقراه سريعا وازاي نستعمله.